السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح يكون فيديو في غاية الأهمية، فيديو جد مهم حول تساقط الشعر والعلاج دياله، الأسباب دياله والعلاج دياله. هذا الفيديو هذا مقسم إلى جزئين. الجزء الأول اللي عندها حالة مرضية في تساقط الشعر، والحالة الثانية هو تساقط شعري ولكن بدرجة قليلة. هذا الفيديو لازم تشوفه حتى الاخر باسكو فيديو جد مهم، وراح ان شاء الله يوجهكم وتعرفوا سبب سقوط الشعر. ان شاء الله نتكلم باللغه العربيه الفصحى، لانه هناك رايت في التعليقات بعض الدول العربيه شغل لا يعرفون الدارجه ديالنا، ولهذا رايح نستعمل اللغة العربية، ولكن رغم أنها ضعيفة نوعا ما. نبدأ على بركة الله. الجزء الثاني يخصه لهاد اونيكا، العلاج عن طريق الاونيكا، البروتين اونيكا، الجزء الثاني لتساقط الشعر بدرجة قليلة، حالة غير مرضية. اما الحاله الاولى اللي هي الحاله المرضيه، لازم نعرفوا الاسباب تاع سقوط الشعر، وهذه الحاله المرضيه تسمى داء باللغه العربيه الفصحى التعلوبه، اون فرونسي سي لالوبيسي. الاسباب سقوط الشعر عند المراه، المراه خلقت بشعرها، شغل ربي سبحانه، الرجل هو اللي تساقط الشعر بحالة عادية، ولكن المرأة تساقط الشعر يكون عندها بحالة مرضية. الأسباب لازم تعرفوا الأسباب تاع تساقط الشعر عند المرأة، وهو القلق، لو ستريس. القلق من بين الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الشعر عند المرأة. سوء التغذية، نقص في فيتامين محدد، إصابة فروة الرأس بميكروب، أو كذلك خلل في الهرمونات، خلل في الهرمونات الجسم، لأن المرأة تفرز في بعض الأحيان يكون عندها خلل في إفراز الهرمونات، وهذا ما يؤثر على تساقط الشعر. هذا الفيديو راني رايح نوجهكم اكثر واكثر تعرفوا الحاله المرضيه ديالكم، باش تروحوا لكي تذهبوا الى الطبيب وتكون عندكم معلومه عن المرض الذي عندكم. والابحاث تقول انه يوجد جزيئيتين هما الوحيدين اللذين يداويان هدايا تساقط الشعر. نبدأ بالنسبة للنساء. لازم تعرف المرأة، ولأن الحالة المرضية تاعها من داء التعلوبة، كاين هناك دواء واحد لحد الآن أثبت نجاعته في العلاج، وهو المينوكسيديل. مينوكسيديل أي الصورة أمامكم، المينوكسيديل هذايا هو نوجهكم ليه، ولكن هو يعطى من الطبيب عن طريق وصفة طبية، ولكن لازم تعرفوا السبب. هذا المينوكسيديل يساعد على نمو الشعر، إذا كان هناك خلل هرموني فهو يوقف تساقط الشعر. والإيجابية دياله، يجب استعماله لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، في هذه المدة في شهرين أو ثلاثة أشهر اللي تعاني من تساقط الشعر رايح تروح لهذه الحالة، تساقط الشعر رايح يتوقف نهائيا. بعد هذه المدة إن شاء الله راح يكون هناك نمو للشعر. نعاود نذكر المينوكسيديل، رايح نرفق لكم الصورة تاع هذا الدواء في الفيديو، راهو أمامكم على كل حال. وإذا رأينا تحسن يصاب باستعماله مرتين في اليوم، مرتين في اليوم، ولكن إذا توقف استعماله النتيجة ما رايحاش تكون جيدة. نعاود نأكد، المينوكسيديل
الهيومين أوكسيديز هو المسؤول عن نمو الشعر. الدواء أثبت فعاليته، وإن شاء الله إن شاء الله يكون فيه نتائج. ويتروحوا عند الطبيب هو اللي يمد بوصفة طبية. أما بالنسبة للرجال ما رايحش نتكلموا على تساقط الشعر بالنسبة للرجال، تساقط الشعر بالنسبة للرجال ممكن يكون وراثي، أما إذا كان حالة مرضية فيوصى استعمال لفيناستيريد. بعد الجزء الأول. أما الجزء الثاني فهو جزء هذا يا حالة تساقط الشعر ولكن بدرجة خفيفة، نجم نعالجه بهدايا البرودوي بروتين اونيكا فقط، لانه هذا البروتين يساعد على نمو الشعر، يوقف تساقط الشعر ويساعد على نمو الشعر، وهذا بتجربة 100%، لانه هناك زبائن استعملوه واوقف لهم تساقط الشعر وساعدهم في نمو الشعر. هذا البرودوي اونيكا بروتين، نتكلم على هذا البرودوي وجميع جميع منتوج بروتين اصلي، لا نتكلم عن المنتوج المقلد، ولهذا راني ننصحكم به لو برودوي هذايا، المنتوج هذايا، وان شاء الله ربي يشفي كل المرضى من هذا من تساقط الشعر. اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله ان لايك انجم، ضغط على زر اللايك والاشتراك. شكرا، السلام عليكم.